الفنان نور الشريف كان فنان مختلف، وأجيال كتير اتربت على أدواره وتعلمت منها. فنان كان مصدق من أول يوم إنه بيوصل رسالة من خلال فنه، وشهد له نجوم كتير سواء من جيله أو أجيال أصغر، وقالوا إنه كان بيشتغل من قلبه، عشان كده قدر يوصل لقلوب كل الناس اللي شافوه وحبوه في مختلف الأعمار والأجيال. طبعا أنا لو فضلت أتكلم عن الفنان نور الشريف وأوصفه مش هقدر أوفي حقه. ولما استضفنا الفنان مجدي كامل في مداخلة هاتفية، سألناه عن أول لقاء بينه وبين الفنان نور الشريف. أول لقاء بيني وبين الأستاذ كان سنة 92، كان لي الشرف أن أنا اختارني الأستاذ عاطف الطيب رحمة الله عليه في فيلم دماء على الأسفلت. كان أول لقاء، أول مشهد بيني وبين الأستاذ كان في استوديو. المشهد اللي لو الناس هتفتكره يعني، كان المشهد اللي انا ضربته فيه، انا اللي انا ضربته بيه بطفايه الحريق يعني. وهو الاستاذ جه وانا وطارق لطفي طبعا صديقي العزيز، واحنا بنشتغل، فهو شاف وانا بتكلم في التليفون، وكنت بهدد الاستاذ حسن حسني رحمه الله عليه وكده، فخلص الشوت. ف قال لي انت مين؟ قلت له انا مجدي كامل خريج المعهد العالي، انا طالب في المعهد العالي. طبعا يعني الاستاذ يعني من صفات الاستاذ ان هو بيعرف اللي قدامه فيعرف يحتويه، اللي هو الاحتواء، ان انت لسه طالب ولسه طالع في بداياتك، فالاستاذ هيحتويك وهيديك دروس ازاي تبقى ممثل، تبقى ممثل قدام كاميرا السينما كمان. ما حسيتش برهبة من فكرة التمثيل لأول مرة قدام نور الشريف، خصوصا انك كنت لسه في بداية مشوارك؟ بصي انا بمثل قدام قامة كبيرة جدا من قامات التمثيل في مصر يعني. طبعا. يعني المدرسة الطبيعية في التمثيل يعني. فكرة ان انت برضو انت خريجة المعهد يعني، وانت طالبة في المعهد بتتدربي كتير جدا على فن الاداء التمثيلي. انا ما عنديش مشكلة، طبعا في رهبة طبعا من الاستاذ يعني. يعني الأستاذ نور يعني، بس هي الموضوع ايه، الاحتواء اللي حصل من الأستاذ نور ما بيحسسكيش بالفرق، ضيع الرهبة دي أصلا، ضيع الرهبة، خليك تطمن ان هو احتضنك، وان هو ابتدى يتكلم، وابتديت تتكلمي مع الأستاذ وتناقشي وتتكلمي، فالرهبة راح، بقاش في رهبة، بقى في حب، ان انت عايز تعملي مشهد كويس مع الأستاذ، ان انت هتتعلمي من الأستاذ كمان. وده كانت حاجة كبيرة أنا بالنسبة لي يعني. الأستاذ نور الشريف كان معيد لفترة في المعهد، مفيش مرة حضر لكم أو درس لكم مادة؟ لا، الأستاذ كان الأستاذ قبلينا أساسا لما ساب المعهد. لكن إحنا كان الأستاذ بيجي أحيانا يبقى في اجتماع كده مع الطلبة، فأنا كنت بحضر كمان مع الطلبة لما تعينت معيد، بعد ما تعينت معيد يعني. لكن انا طبعا انا طول الوقت بقى من ساعه سنه 92 الى وفاه الاستاذ نور الشريف لما رحل، واحنا طول الوقت على تواصل في كل حاجه. حضرتك اكتر من مره بتقول الاستاذ نور الشريف ابويا الروحي، طبيعي لما يجي عليك وقت تحس انك محتار في دور انك تستشيره، حصل انك استشرته في دور قبل كده؟ الاستشارات الفنيه لما كنت هعمل جمال عبد الناصر بالمناسبة، وقال لي يعني يا ماجد انت مغامر، فاعمل الشخصية برضو، ونجحت فيها والناس عرفتك بعد كده. الحمد لله يا رب. هو اللي علمنا ازاي نعمل الشخصية، فأنا طول الوقت ما الأستاذ معايا، الأستاذ بعش مني خالص بالعكس، لانه مواقفه كتيره ومواقفه معايا كبيره، والسفريات اللي احنا سافرناها يعني هقول لك على حاجه صغيره كده، معلش وانا اسف للاطاله. لا براحتك خالص. استاذ لقيته بيقرا الثلاثيه واحنا في سفريه من السفريات نجيب محمود. طبعا. قلت له استاذ ايه ده، معقول انت بتقرا الثلاثيه؟ قال لي يا مجدي انا كل ما بقرا كل ما بكتشف حاجات جديده جوه الثلاثيه، جوه الكلام، جوه ولاقي مخطط وعامل. فالواحد محتاج يقرا النص او الروايه اكتر من كذا مره عشان يفهم ما بين السطور. طبعا. ودي برضو من الحاجات المهمه اللي علمها لي الاستاذ يعني. وفي نهايه اللقاء
توجه بشكر اليوم السابع لأنهم تناولوا ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، وقال الأستاذ نور الشريف أستاذ الأجيال واستفادت منه أجيال كتير.